السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس، نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. فيديو اليوم غادي نشارك معكم حلوه تاع الصابلي المعروفه. غادي نشكل مع بعضنا بعض بعجينه واحده 14 كيلات، ساهلين ومهلين وطريقه سهله وببساطه، نتمنى تعجبكم. بقاو معايا اول فيديو لاخر الفيديو على بركه الله. غادي نبداو عندي هنا، غادي نجمعهم في الروبو. تقدروا تجمعهم بيديكم ولا في الروبو، في الروبو حسن كتجمع في الساعه وتحصلوا على عجينه يعني سهله في استعمال، ما تبقى لا مسقله في يديكم لا حتى شي حاجه. غادي نجمعها هنايا بما ان رحنا في رمضان كنحتاج يعني كدوري الحاجه السهله. غادي نجمعهم هنايا في الروبو. عندي 4 د البيضات وعندي 500 غرام تاع الزبده بحاله المطبخ، ما تديروهاش في الثلاجه، ضروري تكون بحاله المطبخ. وعندي سكر سنيده، هذا الكاس الحجم ديالو، يعني تقدروا ديروا كثر اللي يبغي يحلو كثر وتقدروا ديروا اقل. انا تقريبا ما جاتش حلوه بزاف لحقت هاد غادي ندير كميه كبيره تاع الصابلي اللي غادي نشكل بها شكيلات 14 شكالات. وتقدروا ديروا حتى 5 ولا 6 لحقت انا درت شويه كميه شويه كثر تاع الحلوه هكا باش كعرفه مع العيد وكل شيء. باقي له عاد شويه ديال الوقت. هنايا ضفت درت كما كتشوفوا معايا الزبده وضفت لها سكر سنيده، وتقدروا ديروا حتى سكر ثقيل عاد كيتجمع في الساع، المهم عاد كيف كيف. عاد نخليهم يتضربوا مزيان مزيان حتى يولي بحال كريمه، يتنسجموا مع بعضهم بعض. ومن بعد غادي نضيف لهم هاد 4 د البيضات والخمارات الحلوه. انا تقريبا انا درت الفرينه دخلت لي تقريبا واحد الكيلو ونص نتاع الدقيق نتاع الحلويات. وهنايا راني ندير البيض ومن بعد نخليهم يتخلطوا مزيان، ونبقاو نضيفوا الدقيق تدريجيا حتى نحصلوا على واحد العجينه متماسكه، ماشي يعني قاسحه بزاف، ولكن شويه نقدروا نشكلوها لحقاش ملي تكون قاسحه بزاف راكم يعني تصابل ما يجيش مزيان بزاف، يعني كتكون رطبه ونشكلوا بها الشكل اللي بغينا. ولا كانت رطبه بزاف بزاف المهم تكون منسجمه، تقدروا تخليوها في الثلاجه واحد نصف ساعه ولا ساعه ومن بعد تجبدوها هكا باش تسهل عليكم في الساعة، تشكلوا بها تسرحوها بالدلاك وتشكلوا بها اللي بغيتو. كما كتشوفوا هنايا انا كندير الدقيق تدريجيا تدريجيا، يعني ما كنديرهوش دقه واحده باش الصابلي ما يخسرليش وما نضطرش نضيف حاجه اخرى. انا هنايا كما كتشوفوا ضفت حتى واحد الكميه تاع ما زهر في هاد العجينه، المهم تقدروا تستغناو عليها ديروا سكر فاني ولا اللي ما يبغيش النكهه تاع ما زهر. انا تعجبني في الحلوه كنضيف هاد واحد الكميه قليله واحد شويه ماشي بزاف. هنايا كما كتشوفوا كنضيف الدقيق ونستمر هكا حتى نحصلوا على العجين المناسب. كما كتشوفوا هنايا واحد الكميه قليله تاع ما زهر ماشي بزاف على هاد الشكل. كما كتشوفوا هنايا معايا بالفيديو كيوضح اكثر. غادي نجمعوا العجينه ومن بعد نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي نتاعها، يعني كي كتجي القوام ديالها كما راكم تشوفوا هنايا كتجي مبسه هكا على هذا الشكل، يعني مزيانه ماشي قاسحه بزاف ماشي رطبه. صافي ودوك غادي نسرحها مزيان ونشكل بها الشكيلات اللي شفتوا معايا بالفيديو، والطريقه تاع التزيين ديالهم حتى هي يعني نشاركها معكم، يعني طريقه سهله ومبسطه ماشي شي حاجه، يعني كل شيء سهل. وحتى العجينه يعني ملي كديري عجينه تكون وافيه يعني تقدري تشكلي بها شكيلات بزاف. وبالنسبه للتزيين ضروري في الشوكولاته وهكا السكر كلاسيكو ما غادي تشوفوه معايا، ويعني واخا عجينه وحده ملي كنشكلوا العجينه كل وحده كنديروا لها التزيين ديالها بوحدو كيعطي واحد المذاق بوحدو، كل وحده تعطي على حساب الشوكولاته على حساب الكونفيتير كل وحده وشنو باش غادي نزينها. وحده غادي نزينها يعني من قبل غادي ندير فوق هذاك القوقعه مهرمش من الفوق يعني قبل ما طيب. كما كتسرحها هنا سرح العجينه مزيان، درت فوق هذاك البابي دو كويسون باش تسرح لي بسهوله ما تملصقليش فوق البلون. غادي نستمر على الطريقه